أصدقائنا وأحبائنا السلام عليكم. اليوم موضوعنا وياكم هو عن النصح بدون معرفة. كليتنا يتفاعل بالحياة ويا أمور مرات ما نقدر ناخذ قرار فنحتاج أحد ينصحنا. تلقي ناس قريبين أو بعيدين ماخذين موقع أو ما ماخذين يحاولون يتصدرون عملية النصح والجزم أنه خلاص أنت لازم تسوي هيك، أنت لازم تسوي هيك، دير بالك تروح منها، لا تختار هذا الاختيار، هيك كلية ما تفيدك، هذه الشغلة ما ترهم لك. هذا يسموه نصح، هم محبة منهم وخايفين علينا. ولكن إذا كان بدون معرفة هو كفيل بأن يغير مسارات حياتنا للمستقبل كله، وهو مبني على أساس نصح بدون معرفة. لا يجازف الإنسان، يعني هسه رسالتي إلى طرفين، الطرف اللي يريد النصيحة لازم ينتقي الشخص اللي يأخذ من عنده النصيحة يكون عنده المعرفة الكافية، والطرف اللي ينصح أقول له لا تستعجل بأداء نصيحة معينة لأي إنسان، ممكن يتغير مصير حياته كله وإنت ما عندك المعرفة الكافية. تعاطف القلب ويا الأشخاص اللي نحبهم ممكن يكون شيء إيجابي، ولكن النصح بدون معرفة شيء كلش خطر، يغير مستقبل الإنسان ومسار حياته. فلازم الإنسان يكون حذر بهذه النقطة ويتعلم أنه ينطي الكلمة في مكانها ويكون على دراية كاملة ومعرفة كاملة بالموضوع قبل ما يبدي النصيحة للناس. تحياتي لكم.